أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. تعمل حاضنات الابتكار الاجتماعي بمحافظة الطفيلة التابعة لوزارة الشباب والممولة من اليونسيف ومؤسسة نهر الأردن على تمكين الشباب عبر مشاريع ريادية ومجتمعية مبتكرة تعزز قدراتهم ودورهم في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل بعد إتمامهم مدة التدريب والتأهيل. حاضنة الابتكار الاجتماعي بالطفيلة مكان للإبداع والريادة، تمكن الشباب عبر مبادراتها المختلفة وتخلق لهم بيئة إبداعية خلاقة، وتمكنهم من التفكير العلمي المنهجي، وتساعدهم على تطوير أفكارهم وتطبيقها واقعا. تم إنشاء حاضنات الأعمال على مستوى المملكة في 3 أقاليم، اللي هن إقليم الشمال في عجلون، وإقليم الوسط في عمان، وإقليم الجنوب في الطفيلة. وكان لنا شرف إحنا نستضيفه في مركز شباب الطفيلة، اللي كان له الدور الكبير في توفير البيئة المناسبة والدعم اللوجستي والإعداد والتجهيز وحث الشباب على المشاركة في الدورات والبرامج. بنحاول دائما نستقطب الشباب والشابات المهتمين في عالم الريادة وندربهم على مادة الابتكار الاجتماعي بالمرحلتين، وبعد هيك بنتطرق لعملية تمويل أهم المشاريع اللي تم تأهيلها. وبنهدف دائما انه احنا نقلل معدل البطاله من خلال تمكين الشباب على انهم يكونوا مالكين للمشاريع ومستفيدين من عالم الريادي والتقدم اللي بيصير كان على المستوى التكنولوجي بالعملي والعلمي. الشباب بدورهم ياملون وبعد اتمامهم للدورات المختلفه التي تقدمها حاضنه الابتكار الوصول لمراحل تمكنهم من انشاء مشاريعهم الخاصه وتامين فرص عمل لهم وفتح افاق اكبر للعمل داخل المملكه وخارجها. حاضنة الأعمال صراحة يعني هي فرصة مميزة لأبناء محافظة الطفيلة، بتقدم فرص تدريبية ودورات كثيرة. يعني إحنا بنقدر نحكي عن الإشي اللي إحنا ساهمنا فيه، اللي هو استخدام الآلات اللي مش موجودة صراحة، يعني مش متاحة للكل، في خصوصا في محافظتنا، يعني كونها محافظة بعيدة عن العاصمة. استفدت من هذه الدورة، راجعت قواعد الخط العربي، ثم استفدنا من فاب لاب وأجهزته من سي ان سي او الكتر، واستخدمناهن في التصنيع الرقمي ورقمنة الخط العربي، يعني تحويله الى منتج ملموس. انا مشترك في هذه الدورة اللي هي ثنائية الخط العربي والتصنيع الرقمي. اول كان محاور الدورة اللي هي ثنائية الخط العربي، تعلمنا اول شيء كيف يعني نتدرب على خط الرقعة، خط الرقعة كيف نكتبه، الاحرف كتابتهن. خلال 4 سنوات ومنذ تأسيسها عملت حاضنة الابتكار على تدريب وتأهيل ما يزيد عن 3000 من فئة الشباب بالطفيلة خاصة ومحافظات الجنوب عامة. أيمن الفقراء، التلفزيون الأردني، محافظة الطفيلة. نظمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة إربد وأعضاء مجلس الأمن المحلي لمركز أمن المدينة أمس بغرفة تجارة إربد لقاء حواريا حول قانوني السير المعدل والجرائم الإلكترونية الجديد وظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات. وأكد مدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية، والتي باتت تؤرق المجتمع لما آلت إليه هذه الظاهرة من مآسي وإزهاق للأرواح. وبدوره أشاد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إلى دور البلدية ومديرية الأمن العام التشاركية بتنفيذ الإجراءات المساندة لقانون السير الجديد. بلدية إربد دوما حقيقة تقوم بجهد كبير في عمليات التوعية، وتقوم كذلك بدورها الرئيس في تهيئة البنى التحتية لإدامة خدمة حركة المرور وخدمة أيضا المشاة في هذه الشوارع. بالتأكيد هنالك لا زال بعض الخلل أو بعض الأخطاء، لكن نعتقد أن خطة البلدية في تجاوز هذه الأخطاء وتجاوز هذا الخلل تسير بشكل جيد. ضاعفت البلدية جهدها في استعدادات البلديات للتوافق مع قانون السير الجديد. إحنا بالنسبة لنا كقطاع تجاري، إحنا بهمنا جدا لأنه له تماس مباشر في الأسواق، في يعني بالشوارع، وهذا شيء يعني إذا كان مش بصالح التاجر هذا بيكون عائق. لكن احنا ان شاء الله يعني من خلال اللي سمعناه انه قانون السير بده يكون هذا ان شاء الله لصالح القطاع التجاري، بس في بعض الشغلات ابدوا الزملاء اعضاء الهيئه العامه وجهه نظرهم، وان شاء الله ستعدل.
أتى انعقادنا اليوم في غرفة تجارة إربد للحديث عن قانون السير وقانون الجرائم الإلكترونية، والحديث طبعا هذا كان صب حول المخالفات المرورية والسعي للحد من المخالفات، لأنه حتى نعيش في أمن وطريق آمن وسلامة للمواطن وللمجتمع كافة بجميع مكوناته. وإلى عالم المال والأعمال ومن بورصة عمان، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا اليوم حوالي 4,400,000 دينار، وعدد الأسهم المتداولة قاربت على 4,200,000 سهم نفذت من خلال 2668 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2,453 نقطة، بارتفاع نسبته 0.15%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا اليوم والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في حين أظهرت 30 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها. وننهي نشرتنا الاقتصادية بأسعار المعدن الأصفر، حيث ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى 1,824 دولاراً للأونصة، وفيما يلي أسعار الذهب كما هي متداولة بالسوق المحلي وبالدينار الأردني. عيار 24 بلغ 44 دينار و20 قرشاً، أما عيار 21 فقد بلغ 37 دينار و20 قرشاً، وأخيراً عيار 18 بلغ 33 دينار و20 قرشاً. إلى هنا ختام النشرة، دمتم في أمان الله، وعودة إلى نورة لمتابعة ما تبقى من أخبار.